تقف الملائكة قدام عمل المسيح تقول يا عمل عمل إعجازي، إزاي خلق من الناس الضعفة دول صوت جميل ووجه لطيف، إزاي دي الناس معبسة وشكلها مكمدة وشكلها حزينة ومغمومة وشايلة الطين فوق دماغها وشايلة الهم، لكن في وسطيهم وجه لطيف، فيهم صوت نقي طاهر. أوقات الآباء القديسين يقفوا قدام ربنا يقول له يا رب أنا عارف صوتي ضعيف، لكن ممكن ملائكتك تحمل صلواتي وتساعدني إن هي تخش إلى حضرتك، لأن أنا مهما عملت ومهما قدمت هنا بقى الاتضاع مع الإحساس بالجمال، الاتضاع مع الإحساس بالنعمة اللي خدتها من ربنا، الاتنين يوزنوا بعض كده زي ميزان. أنا جميل بس ضعيف، صوتي حلو بس ممكن يروح، لكن لما الملائكة تساعدني وتسندني ونعمة ربنا تقويني فعلا يلاقي ايه صوتي جميل ووجهي لطيف، فيقول للنفس تعالي كفاية كسل.